قلت قبل ما نجاوبكم على موضوع الاحتراز حبيت في البداية نشكر حسام بولعريس وطاقم التحكيم نتاعو عشان طلول اللي زفروه. توما كنتوا تتبعوا معنا في المقابلة وتقريبا كلنا متفقين وأنهم عدوا شوط أول ممتاز من ناحية التحكيمية، لكن سبحان مغير الأحوال في الشوط الثاني رينا طاقم التحكيم عبارة مش نفسه اللي زفر الشوط الأول. قعدنا احنا نتساءل وشنية الأسباب، عرفنا وأنه بين الشوطين الأحداث اللي صارت في التيونال وقدام حجرات الملابس متاع الحكام هذوما ربما هي اللي كانت السبب في التغيير الجذري اللي وصل حتى ل 180 درجة في المردود متاع الحكام اللي رينا حتى في من ناحية الأخطاء اللي ارتكبها من ناحية اللعب اللي شفناه فعلا في المباراة. نحسوا أنه مش نفس الحكم متاع الشوط الأول، لأن الحقيقة شيء أسف معناها في مقابلة تقريبا هي من أقوى المقابلات في البطولة التونسية نشوفوا اللي شفناه ما بين الشوطين من فريق كبير في تونس، من فريق عادة معناها نقولوا أنه في مقابلات من نوعية هذه ما تصيرش الأحداث اللي شفناها. هذه الحقيقة ذكرتنا بمقابلات ربما تصير في أقسام سفلة، لكن المؤسف الأمر أنه الأحداث هذه صارت اليوم في ملعب رادس في أقوى مقابلة في البطولة التونسية، واللي يزيد يأسف أكثر وأنه صدرت على مسؤولين كبار في جمعية الترجي الرياضي التونسي. خيا عنا حتى تم توثيق الوقائع هذه، فما صور وتوا الفيديوهات تشوفها الناس الكل. انتم ما شفتوش يظهر لي ما شفتوش، لكن اللي صار بين الشوطين عملية ممنهجة بتاع اعتداء على الحكام الشبان هذوما بجميع انواع السب وبالاعتداءات اللفظية وغير اللفظية، وهذا تم توثيقه وتوا الناس الكل تشوفوه. بالنسبة للاحتراز فما بروتوكول متاع فار هو اللي يحكم على المسألة هذه. احنا حسب ما شفنا توا وانه فما مخالفة للبروتوكول متاع الفار، هذا اللي وثقناه في ورقة المقابلة، وبالطبيعة فما تقرير تكميلي توا غدوة نكملوا نبعثوه للجهات المسؤولة. والله احنا في مناسبة عيد ميلاد متاع فريقنا النجم الرياضي الساحلي، هذه حركة قاموا بها اللاعبين وقامت بها الهيئة المديرة لجمعية النجم الرياضي الساحلي كدليل الانتماء وكدليل معناها متاع أنه ديما تونس في القلب. مش إثارة، احتراز فني. احنا فما إجراءات لابد أن نقوموا بها وأنه يلزم الحكم هو اللي يدون نص الاحتراز على ورقة المقابلة. ثم في مرحلة ثانية فما تقرير تكميلي وفما رجوع للمقابلة بالضبط باش تعرف الناس الكل أنه فما الري الأول ولا الري الثاني متاع الجو باش وقتها تذكر اللي فما لقطة تستحق الرجوع للفار، وهذا هو المخالفة متاع الفار حسب تقديرنا احنا.